بدأت طقوس وصلوات لتدشين المذابح الكنسية بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، هذا ويشاركه في الصلاة عدد من القيادات الكنسية. كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أقامت احتفالية كبرى بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية. جاء ذلك بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. النهاردة بنحتفل بمرور 60 سنة على تأسيس الأسقفية العامة للخدمات الاجتماعية والروحية والعامة بصفة عامة. بتعتبر أسقفية الخدمات مؤسسة عمرها 60 سنة بتخدم المجتمع المصري في أكثر من 14 محافظة، بتخدم كل المصريين وبتقوم بدور تنموي ودور رعوي كبير خالص. الأسقفية حاليا بتقدم 14 برنامج. البرامج دي بتتنوع ما بين برامج تخص دعم فكرة التعليم سواء تعليم الكبار أو الأطفال، وأيضا برامج تخص المشروعات الصغيرة، برامج تخص تعليم الحرف. الزراع التنموي للكنيسة القبطية، فالكنيسة القبطية كانت ليها نظرة وفيجن من زمان أن تقوم بعمل تنموي في المجتمع، ليس في الكنيسة فقط، إنما تقوم بعمل تنموي في المجتمع. أسقفية الخدمات لها حزمة من أكثر من 15 برنامج تهتم بالتنمية البيئية والتنمية الريفية وتنمية ومكافحة الفقر، برامج تهتم بالصحة، تهتم بالأطفال سواء بالتعليم الأطفال أو بتعليم الكبار. الأسقفية تقدم حزمة من الخدمات، حزمة متعددة من الخدمات. في أي وقت من الأوقات الأسقفية بتشتغل في حوالي 40 قرية، تشتغل مع القرية فترة وبعدين تسيبها بعد ما تبني كوادر تشتغل في القرية دي وتكمل شغلها بعد كده. فرحانين النهاردة باليوم الاحتفالية بالعيد 60 لتأسيس أسقفية الخدمات. فرحانين ان احنا بنفتخر بكل ابائنا وبكل اساقفتنا اللي خدموا وتعبوا في المكان ده. بنقول 60 عام محبة وخدمة، كلها نشر للمحبة لكل المصريين، كلها نشر للمبادئ الأساسية للتنمية، نشر لفكر التعليم، نشر لفكر الصحة، نشر لفكر التنمية والمشروعات الصغيرة، نشر لفكرة الحفاظ على بيئتنا والحفاظ على مصرنا.